سيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من الفضائية الشهدية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية العربية لهذه الأمسية والتي أبدأها بقراءة هذه البرقية برقية من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود عاهل المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لتوحيد المملكة والذي يصادف تاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر 2017 يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب التشادي وحكوماته وأصالة عن نفسي أن أحر التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات إن بلد تشاد يشيد بنوعية وحيوية علاقات الصداقة والتضامن بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويجدد التزامه الدؤوب للعمل من اجل تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها اكثر فاكثر لصالح شعبينا الشقيقين. ونحن اذ نجدد خالص تمنياتنا لكم بالصحه والسعاده والسلام والوحده والتقدم ولاسرتكم الكريمه وللشعب السعودي الشقيق. ارجو ان تتقبلوا منا خادم الحرمين الشريفين والاخ العزيز اصدق معاني تقديرنا الاخوي. توقيع إدريس ديبيتنو رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة أيضا مرسوم رئاسي رقم 16670 باقتراح من وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية يرسم بما يلي المادة الأولى تم تعيين السيد نايبي كايكو تيمو مدير لدى دار الثقافة بابا مصطفى خلفا للسيد ندوى ننغامباي ماناسي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية على وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية وزير المالية والميزانية مكلفان كل حسب اختصاصي بتطبيق هذا المرسوم الذي يسير مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أن جمينا في 22 من سبتمبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أيضا برقية تهنئة وشكر للرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو تتقدم ممثلية تنجر العباسية بالمملكة العربية السعودية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الطاولة المستديرة حول حشد الموارد للخطة الوطنية من عام 2017 إلى 2023 متمنين لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو دوام الصحة والعافية ولكاد المزيد من التقدم والإزدهار التوقيع للممثلية عبد الكريم آدم سعيد الرياض في 22 سبتمبر 2017